بمشيئة الرب ستحتفل الآرامية مع كل أحبائها ومشاهديها في 14 من شهر يوليو تموز بمرور 12 عاماً على انطلاق عملها الكرازي في سماء الفضائيات إلى أقصى الأرض. ستحتفل الآرامية بالشكر للرب الذي قاد العمل منذ أول يوم ينمي البذار الصغيرة إلى أن صارت الآن أشجاراً وافرة بالثمر الذي يشبع الآلاف بكلمة الرب كل يوم. سنحتفل معاً بعمل الرب العظيم المخلص للنفوس والشافي والمحرر من قيود الخطيئة. سنحتفل بعمله ونشكر صنيعه ونعطيه وحده المجد والإكرام. فانتظرونا في يوم 14 من شهر يوليو تموز.